اتفضلي حضرتك. طيب الخبر الثاني معانا النهارده خبر برضو اعتقد هيبقى جميل جدا لسكان منطقه العبور وطريق الاسماعيليه الصحراوي. ليه بقول لحضراتكم كده؟ عشان النهارده قرر المهندس علاء فهمي وزير النقل تشكيل لجنه مشتركه تضم كل من مصطفى السلاب رئيس جمعيه مستثمري العبور والاستاذ وليد هلال عضو جمعيه مستثمري العاشر من رمضان. ليه؟ عشان يحطوا صيغه تمويليه مناسبه لمشروع مد مترو خط سكه حديد او سوبر ترام من عين شمس الى مناطق الشروق والعبور والعاشر وبلبيس. اعتقد ان ده هيبقى خط جميل جدا ويعني هيفك الحركه المروريه في هذه المنطقه. قال كمان المهندس علاء فهمي خلال لقائه بالاتحاد المصري للجمعيات المستثمرين اللي بيراسه الاستاذ محمد فريد خميس رجل الاعمال وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني، قال انه من المقرر انه يساهم في اقامه تخفيف التكدس عن طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي في المسافه من العاشر الى القاهره، اللي طبعا اكيد سكان هذه المنطقه بيعانوا زحام شديد جدا جدا. اعتقد ان ده كمان هيبقى تعامل مهم جدا ما بين الحكومه وما بين رجال الاعمال، يعني القطاع الخاص هيبقى ليه دور كبير جدا في هذا المشروع الكبير. بس هل مش عارف، هل هو الفكرة ان خط سكة حديد هو اللي يحيي الموضوع ولا محتاجين مش عارف يعني محتاجة دراسة اكتر؟ وكويس ان وزير النقل بيشكل لجنة للدراسة، لان اعتقد ان هيبقى فيها معوقات ومشاكل كتير ربما يبحثوا عن بدائل، لكن في النهاية خلونا ننتظر الدراسة والخبراء هم اللي يفتوا بجدوى هذا الكلام او عدمه. النهاردة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة